من ضمن المسلسلات اللي راح تشوفونها برمضان مسلسل اسمه اليوم الأسود، تأجل المفروض ينعرض السنة اللي طافت. اليوم الأسود مسلسل كاتبه فهد العليوي، وفهد من الكتاب اللي يتميزون بالأشياء الواقعية مع الفلسفية. والله العظيم يا جماعة يمكن صار لي أشهر وحن عليه، أبي معلومة واحدة عن المسلسل مو راضي يعطيني إياها، يحب عنصر المفاجأة. بس ما خلينا السالفة تمشي كذي، اقتحمنا كواليس المسلسل وخراويكم التريلر مال اليوم الأسود. المسلسلات بشكل عام في يوم أسود يمر على كل بطل من أبطال هذا العمل. هذا اليوم الأسود راح يغير مجرى حياته. تكفين حرام عليكم اللي قاعد تسوونه فيني، حرام. خلوني أستوعب شيء. لو كان عاوز يتكلم في موضوع بناته كان حاجة بنفسه. الحين زين، لا أحرجت ولا شيء. الحين الديرة كلها درتيت علي أنا وياك ولا أفكس. مسلسل اليوم الأسود قلم الكاتب فهد العليوي تكلم فيه فلسفة جديدة، تكلم عن المقارنة بين الأيام والبشر، وإذا بنتكلم عن شخصية النوبة زينب بالمسلسل ما راح أحرق عليكم المسلسل لأنه ما يصير أقول. تأخرت وايد، ما توقعت اشتي. كمل، ايش فيك سكت؟ كنت خايف أقولك، خايف إنك ما تحبين. مسلسل اليوم الأسود مسلسل اجتماعي رومانسي، في شوية أكشن، شيء جديد بالنسبة للمسلسل، لأن دائما الكاتب المبدع فهد عليوي يعرف شنو يقدم لشخصية محمود بوشهري. ريالي مع بعض والبنات مع بعض. يس أبو معخرجة. كيفي فايف. قديم. أميرة من صدقك. إيه من صدقي فيصل. لو تموت ما رحت حق هالأوادم، سمعت؟ لو أشوفك تفرفر قدامي هني ما أروح لهم. طبعا اي فنان يضاف لسيفيه اسم الاستاذ احمد المقلة، يعني استاذ له اعمال جدا جميله اثر الساحه الفنيه سواء في البحرين او في الخليج بشكل عام. انسان جدا خلوق واخلاق عاليه، وما تسمع حسه وتوجيهاته دائما تكون في البوينت. حلقه 3 مشهد 14 شوت 8 تيك 1. المسلسل مجموعه قصص، يعني في مجموعه خطوط، حتى في احيانا الممثلين ما راح نلتقي فيهم الا مشهد واحد. انا اذا راح اتكلم عن خطي فانا شخصيه قاعد أمثل أولاً عمر صغير. القصة الأساسية أو الخط الأساسي بشخصيتي هو شلون غياب الأم وغياب الأب في حياة البنت ممكن يأثر. مو شايفتني كيوت وهادي على بالك متفرعيني بكم كلمة؟ أنا ليه قلة تنمد علي؟ أقصها كلمة طويبك هاي هدي المرية هديها لا تنبحين أشنيت. أول شيء أنا اسمي يوسف بالمسلسل، وراح تشوفون راح ينادوني جو، هي جوزيف باختصار. يمكن راح تشوفون هالكاركتر حلو أو مو حلو علي، أنت راح تعرف. انتظرونا برمضان على قناة الراي في مسلسل اليوم الأسود. مسلسل اليوم الأسود يجتمعون فيه وايد نجوم، ولكن الحين راح يكونون معنا على الستيج النجمة الهام الفضالة والنجمة المصرية منال سلامة. يا هلا يا هلا. تفضلي. مساء الخير. يا هلا هلا مرحبا. هلا الهام شلونك شخبارك؟ لا لا استريحي. مساء الخير، شرفتونا في مصر. اول شيء تحبين الناس ناديتش نوفا ولا نفيسة؟ نوفا. نفيسة ليجي منك كله حلو. نفيسة بلدي شوية. نورت الكويت. بس انا لازم اعرف سر اللي الفيديو اللي صورتيه، قلتي ان انا جاية الكويت وفي صعوبة في المسلسل، شنو الصعوبة باليوم الأسود منال؟ لا هو الصعوبة ده اللي كان انترفيو عملته قبل كده اعتقد. اي نعم. لا الصعوبة كانت اللهجة شوية في الاول،
ايه. ان في حاجات كتير ببقى مش فاهماها قوي، بس بعد اول يومين خلاص كويتي سيتش سيتش. شنو اصعب كلمه كويتيه واجهتيها؟ لا كذا حاجه يعني سجل سج شلونج يعني بنحاول استوعب شويه يعني بس تمام الحمد لله الحمد لله. نجمة الهام الفضالة، أنا ماني قادر أخذ ولا معلومة عن مسلسل اليوم الأسود، بس أنا ما راح أطلع من هني إلا لما أعرف دورك على الأقل في المسلسل. قال لي لا أنا ما شفتي. لا شوف أنا ما أقدر أتحكى في العمل لأن العمل شفت هذيل كلهم ممكن أنا ما أجتمع فيهم. العمل منثر، كل بيت بصوب، كل يعني أنا أكثر مشاهدي مع منال ايه. وأسرتي وبيتي شجون ما التقيت فيها، راح ألتقي فيها بمشهد واحد آخر الحلقة ولا من بعيد بعد. فقصتها يعني مثل ما قلت لك في كل بيت أنا اختصرتها في كلمة هني ايه. إن كل نجم من نجوم العمل راح يمر عليه يوم أسود، هذا اليوم يغير حياته يا إيجابي يا سلبي، نتركه حق المشاهد. اليوم الأسود يعني مصيبة ولا شنو هو؟ ها؟ اليوم الأسود يعتبر مصيبة ولا شنو مفهومه؟ عاد هو شوف مصيبة مشكلة ما تدري تشوفه يعني مرادة تقولي ولا معلومة؟ لا لا لا, لا, لا كان ماكو. منال تجربتك في الدراما الكويتية شلون شفتي الأجواء للحين وشو اللي حبيتي ومختلف عن الدراما عندكم في مصر؟ لا هو ما فيش اختلاف، الفن ده ميزة الفن انه لغة كل الشعوب، يعني دي ميزة لغة الكاميرا بشكل عام، حتى لو ما فيش حوار دي لغة عالمية فما فيش فرق خالص، بالعكس يعني انا مش عايزة اكون شخص بيجامل او لا اخفي عليك سرا انا كنت طبعا اول تجربة وجاي قلقانة وما اعرفش زمايلي على المستوى الشخصي والانساني، ما اعرفش الاستاذ احمد مقلق كمخرج لان كل مخرج ليه مزاجه الخاص، يعني في مخرج بيبقى هادئ الطباع، في مخرج عصبي، في مخرج يديك الملحوظة بهدوء، في مخرج يوترك، فكل ده كنت جاية محملة بيه جوايا من خوف وتوتر. لكن الحقيقة اول ما سلمت على صديقتي الهام رفيشتي كسرت حاجز ان في غربة، كمان الاستاذ احمد مقلق كمخرج الحقيقة بنهلت مو غربة منال الحمد لله، استاذ احمد كمان لانه انا زوجي مخرج فلقيت هناك شبه في اللوكيشن ما بينه وما بين عادل جوزي اطمنت، عارف لانه قد ايه شخص بيطلع منك اللي انت عايزه كفنان بهدوء شديد، مفيش توتر في اللوكيشن مفيش. فالحقيقة من اول مشهد المسألة فكت معايا وخلاص بقيت واحدة منهم وبقيت ريلاكس جدا يعني تمام، خدت على الجو والحمد لله معنا العمل حلو. يعني بقول كلمة حق في أستاذ أحمد المقلة، أنا أول عمل أشتغل معاه طبعا هذا شرف لي أستاذ أحمد أني أنا أشتغل معاك، تعرفنا من أروع المخرجين في هدوء في بساطة، يسمع توجيهاتك ساعات يعني في مشهد ما نحس فيه إحنا أو شيء صح. ياخذ منك يعني بصراحه انا يسعدني وجدا اني اشتغلت معك. شرفنا الاستاذ احمد المقرى موجود معنا. الهام انت قاعد تقرين النص، متى اللحظه اللي قلتي ايه انا وياهم؟ انا وياهم ايه. من العام لا وين فهد؟ شنو اللي شدك اللي خلاش توافقين كذي على طول؟ حبيت شخصيه اميره حلوه يعني مينونه في البدايه يعني شويه بعدين في نقله في حياتها حبيتها، ويعني وفهد من الكتاب المميزين أكيد. يعني عرف يكتب لي عرف وين يحطني، وأنا هم أول مرة أتعامل مع فهد وهم سعيدة جدا أني أنا تعاملت معه إن شاء الله مو أول مرة. إن شاء الله بناظركم إن شاء الله برمضان وشرفتونا ويعطيكم العافية. الله يعافيك، يعطيك العافية، شكرا مرسي.